قوبك أن ربا مركين أن عاو يستغين تبرر الجنب إسكا هايدي وقضية دي محابيست المسلمين تأفرن توضا هايد المسجدكو بلال وعانكاكو أها هيئة قونا اللو سمية قدقة مساعدة كنا إذن كلاها الليل جمعيه وريلا صور دافين هذو ورورسين العقاها فربضان أحد لأفرين وحاقو فضي بضان روح مسلم كان محبوس كأسير ك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد مركو كبات هلا هذا عشاء تكتين وحدوني سان ترى واحد عن ليدين ببسيو لكن شن دقيقة إن كقدر يعني إن شاء الله نكون ضاهي ماي دي الله إله ذو وحنو باللوني بالبركة يسنو رمضان وعاو هبينك اللي بادي نوعه إلهي سبحانه وتعالى هنقا أقبله خير كان هنا وافتشيو بشهر رمضان شقوي كانوا يا لو حوا وين لح شقو ضين المسلمين نهاي بشهر رمضان الله صومه صوم كأهاد ما أنت بصوم من إيدين إن شاء الله تعالى برنا الثوم دونتان وقضب كأمهم سن أول الدون يروح المسلم كأنه آدي آد ودى داله صومك هوش الله بعد إنه تعالى وقيام رمضان بشهر رمضان هبين كذا وسبع لوت كذا تراويح ذا أئمة لا تكذو روح هاتو قرآن كي يقان كل يوم تكذا جماعة من السلف باقبال لكن وحكفوا لبضن بإجماع السلف الصالح إن جماعة لا تكذو أو مساجد الله عمره سداسا نشاط كنا كتيرا شعار كنا كم موقنا يا هيجل كمسلمين تونا كضا هرية روحنا وهلب مركا هلية شقد صدحات إنه تعلم مهم كوحوي إن لقد دال إطعام الطعام راشين كان لبحيه ومضى إن لقوديه داغ ذي وحبحنتي يا الصدقة لقد داله صدو النبي يرجع عليه الصلاة والسلام بشهر رمضان قده هذا كما في حديث ابن عباس في الصحيح ذكرنا إنسان إن النبي آدي يا أود يقبضنا وحنا أود يقبضنا بشهر رمضان قده هذا داغ ذنا يا وحبحنتنا وحكدك دقبضنا ضبيش الله الدري أو كليش غدا أفراد إنه تعالى وحوي إن قرآن كلا أخريه قراءة القرآن سيدي سلف يالي شيرين نبي قنا يالي شيري سنة كودن بيو جري ودكتين لبقر ونبي قرآن كا وبندق كود الأخري جبريل سنة دي هرنا مرمر بودا من شيري قراءة القرآن ووظائفتا روح مسلم كي صائم كا لقربه صوم كل لقود داله قيام كرمضان كل لقود داله صدقة يوح بحنته لقود داله قراءة القرآن وآدي آد لو قد ذاله شقضة أفراد مئة مسوى تيشنا تيشنا ذو حوي مساجد للازمة مساجد الله بطو انت السوق ايام لها الله فردية لها مسجد كنا تسوق شان وتفردان ودي لها يكو حستان وكو قرآن قصتان وعداقا كي السلف كه أبو هريرة يا صاحب بدي هضي سوما كانوا يجلسون في المساجد ويقولون نطهر صيامنا كما في مصنف ابن شيبه بسند حسن ابو هريره يا اصحابته هذي الصومان مساجدي فريسان شيرين وابنان شيرين وحين اورن شيرين وحان الى شرينا صوم كيغا ضم لها وريته وحاول يوم لها فردو عن تربقش حن بين وحن لوبا هنين حد قد وايماني لكن انت المسجد كجرته واد الى شنت هاي مساجد مركها لوبته شقد اللحات نقوم مهم سو حاوي إن حمان تلقى الصومه سلب بحورن شرين صوم حاوي دبير إن عنتظا يرشين ك يعبتان كلقى الصوم وحنا أود بدن إن بنتا حمان تا حنتا حد جدوب ك وحاس ودن لقى الصوم دك وي أودان واجو مركو بري إلى قبل هو كدعاء إن يرشين يا إسكت دوران يعبتان لكن ما أودان إن وركه رأي بدلا أفقد إلى ليا أدن كود إلى ليا مقل كود عرف على قصوما إن دهر على قصوما أفق على قصوما دجه على قصوما قلب على قصوما مركه وحيابها حمان تانا وان لا إسكي إلى ليو أنصون كأن لم مودين هاشين يا عبتان كريه لا إسكي إلى لي قوب كأن رب مركه إن عاو يستعين تبرر جنب إسكا هيدا وقضية دي محابيس المسلمين تأفرن توضا هيد المسجد كو بلال وعانك كو أها هيئة قونا اللو سمية قدقة مساعدة كنا إذن كلاها الليل جمعيه وريا لصور دافين هذو ورورسين لعقها فربضان هوشا أيضا يان لفضي السنين نبي عليه الصلاة والسلام أحد روحا كقصوغا روح مسلم أحد كأفورية وحوه هلا هيا أحد كأجر كماني كسون كيس كهلي أجر لمدة كيسو منانا أجر كيس وحبا إسكادي من مايو لبا أجر إسليك بيكالي هلا هيا
أحد لا أفرينا وحاوف ضبطا روح مسلم كان محبوس كأسير كإلهي سبحانه وتعالى مركو أماني ضدك أبرار تي محسنين تي جنة إلهي ذا كعب يضردر كآخر كعب يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأصيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. حديث كابي موسى الأشعري في الصحيح: فكوا العاني وأجيبوا الداعي وأطعموا الجائع وعودوا المريض. من كان محبوس كحلنا مسلم كأسيد داية وواجب ديني كباها قوضية نك إذا مرت الصوري عزوميالا بكاء نك بكان كان هلا بوخو آيات دونا إلهي وحكوا أماني ذاتك مسلمين تا إن يقوديا ويطعمون الطعام على حبه مع حبه أيوة كوير يا راشينكو أو جعل أو أبان بي مساكين تا ذاتك محابيس تا ذاتك حرحرا فقراء أغمضا يسينيا سلف كنا وحكوا إجماعين أسير محبوس قال وهو دغال وصو قبطي بآيات أصل كي ذكاها ليس سلف كو بدن لكن وحكوا إجماعين مسلم كحرام با كم بدن إن لقوذي أو حلا تركنا فضي بدن تامر نملها نبروحون أمري إن لسود يا كحران هدين سود دين كرين دل رمضان أي قبطي إن أن قوبه دو أقول تقنو أن كفر حنو أن قوذنو أن وحي هيلي كر وحي أبهان أن أقبن وحوين باكو جرا حضر كيسام مسلم محبوسة أو صابون أبهان يلغو قراع أيو أما توقسان يو صاحب دي سكرة قالة صابون ركا كورا قوي دي سنة مدان كوب بيا هيلي كرين من أختار تجي كرين وحياوري وشيلما عملها الله دجا لبضم بي قبار مركها هذينو لبيو طبعاً كبرود بحسوسهم ويني بشهر رمضان ما كل الجارو إنه كفر حنه ونمحابيست عاونه ونأفر أجينه أفرنتنا ماها بإجماع المسلمين ماها الروح مركز ومية كلية بيها يرى تمرت الله سيو ننصو من أفرنتيس وحلوجي إذا بشهر رمضان وده هبين إيا مالين بنيك هذا وحسيس وواد أفرسي إن ما أنت صو منا ده هبين كعشا سيس وواد أفرسي هذا الأفر سيس وواد أفرسي بيها يركا لديها هيا وحكا في عن أدو إنتا المقاحي جيس أما قرقيا عشا حوق لسي وهي لبكا درجية خلط كاسو مالي ده فانسان بيها يلسو أردها إيا وتمرة وأقيب أفرتا كميدا لكن مقصودكم ما هذا مقصود كنت أمرك الحيوة كل فترة ماذا فريدا نمزاتك مع الحفظة يا عيسى أفرك لقاها الله يو وإن مسلم كان لدرجيه وبهذا لقاها الرئيبة أما عشاسي أما حلق أفرك بسيف عوسي أما صحور ونكسنسي راشين كروح مسلم كأوبهان يا بشهر رمضان لسي يسومي أيا اللوغتش إذا أفرنتو يوحسينتو بإجماع المسلمين هكو خلدامين اللي بحبو تميرا وثنك يجلسين همودنا إن هذا أفرسي قضية ديان لفوضيسان مساكين تاسي اللوغر جارو مساعد كهلا قرب يستاجو هيئة بهاوشة أصلا يسن نك الزكاة كبحينا يا نك أفرسينا يا هلا دذالو أنت أنا عند حسوسية واربي هرتيبة لو يستاجي الله ينبرك يو وأدمع ثنتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.